ينتقل. نعم خليني أنتقل للسيد الجحيشي صاعد نخل الفني. سيد كاظم خليني أسألك سؤال مهم جدا. البعض يعني اعتبر خطوة السيد الكاظمي خطوة إيجابية في حلحلة الأزمة الكبيرة اللي يعيشها العراق بين الفصائل أو المقاومة وبين القوات الأمريكية داخل العراق، والمحور اللي كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور السيد الكاظمي والأطراف الأخرى أنه خروج القوات الأمريكية وأيضا رفع صفة مهمة جدا الصفة القتالية، يعني شهدت نتائج المباحثات يعني تأييد مهم من بعض الكتل الشيعية. أريد نعرف سيد كاظم، هل ازداد موقف الكاظمي قوة وثبات حين قل المؤيدين لاستعمال السلاح؟ يعني سمعت يعني أغلب الأحزاب والكتل الشيعية أيدوا سيد الكاظمي. نعم، تحية إليك ست هيفاء وإلى ضيوفك الكرام وإلى قناتكم ومشاهديكم الكرام. حقيقة الاتفاقية هاي الاتفاقية الأمنية والجولة الرابعة حقيقة بين الكاظمي والولايات المتحدة الأمريكية أثبتت نجاح وأثبتت يعني بعض الشيء وصول الرسائل. النجاح شنو هذا النجاح؟ النجاح مثل ما تفضلتي جنابك أنه انتقلنا من مرحلة القتالية بقرار أمريكي من مرحلة القتالية إلى مرحلة الاستشارة. يعني إحنا بعد ماكو شيء اسمه قتالية، يعني بعد على ضوء هذا القرار الأمريكي أو هذه الاتفاقية بعد القوات الأمريكية ما من حقها تقاتل على أرض العراق. هاي خطوة إيجابية حقيقة للعراق. هاي من ناحية. الناحية الأخرى، القوات الأمريكية غير ملزمة حتى بهاي الاتفاقية. أتمنى الكل يعرف عن ضيوفك الكرام والمشاهد العراقي، القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية تقدر تقول أنا ما ملزمة بهاي الاتفاقية، يعني تقدر تبقى مستمرة. شلون؟ حقيقة لكن سيد كاظم ضيوف اثنين وشككوا بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ يعني النائب اتعيبان اللي هو عن كتلة الصادقون العصائب شكك، يقول لك أمريكا يعني ما عنده مصداقية، وهذا الكلام يعني ربما يكون كلام فقط للتسويف، لكن بقاها ووجودها يعني ثابت في العراق. وأيضا السيد حسام العزاوي أيضا أكد هذا الموضوع. نعم ست هيفاء، حقيقة احنا نتكلم بروح الوطنية. ماكو واحد يرغب قوات أجنبية على أرضه، هاي ماكو واحد يرغب، ولكن احنا دا نجي من البداية هي القوات الأمريكية اللي جابت هؤلاء، يعني مع احترامي للسياسة العراقيين هم اللي جابتهم، هي اللي نصبتهم، هي اللي سلمتهم على طبق من ذهب. طيب هنا الاعتبارات ست هيفاء، كل السياسيين الموجودين اللي جوي لرؤساء الكتل اللي جوي كلهم معروفين والفيديوهات موجودة شلون صافحهم بوش وسلمهم السلطة على طبق من ذهب. يعني احنا ما نصير غشمة، يعني احنا مو غشمة، والبعض انطوا سيف الإمام علي. شراد هسا انت عرفتيني يعني واحد الطاسي في الإمام علي، والأخ راح قرأ سورة الفاتحة على الجنود الأمريكان والجنود العراقيين ما له علاقة بهم. يعني القلب مدمي احنا كشعب عراقي، قلبنا مورم على السياسيين، ولكن الله أعلم احنا الحاصل. نعم سيد النائب علق قال احنا ما فيش منا مقاومة. طيب سيادة النائب راح اوجه لك سؤال، اذا انت مقاومة، انا حقيقة بالعراق ما مغادر العراق نهائيا ما مغادر العراق. المقاومة الحقيقية كانت وشفناها بعيننا وموجودة على اليوتيوب، وهي مفخرة العراق وقامت تدرس في الأكاديميات الأمريكية والعالمية. هي مقاومة طرفين آنذاك، جيش المهدي والفلوجة، من يبيع الهمر يضرب 4 دقلات ويوقع بالقاع، من تنضرب الطائرة الأمريكية الشينوك اللي ما حد يقدر يوقعها وضعوها جيش المهدي. اللي هاي المقاومة حقيقة مع جل احترامي لحضرتك سيادة النائب، احنا من 2016 لحد الآن كل الصواريخ الكاتيوشا صواريخ صاروخ حق الدوتة تشمر ليا محمود، كلام ما موجه لك سيادة النائب عفوا، أنا بحكي على الفصائل. أي شمرة وضمن الفصائل والمقاومة سيادة النائب الخضائي وقع على المواطنين المدنيين.
نعم نعم، بس أنا ما أريد، أنا مداوجه للكلام إلا أنه هو ده يسوي هذا الشيء، أرجو أن يفهم كلامي حتى لا ندخل في سجال. أنا المقاومة الحقيقية، أنا الحقيقية المقاومة. إيش وقت ما انضربت المصالح الأمريكية، هسه ذا انضرب الجيش الأمريكي في قاعدة عين الأسد وجا صاروخ بيهم وموت لي فت 50 أمريكي، الله يشهد قدام الشعب العراقي كله أنا كاظم الجحش يجي أنتمي للعصائب وصير مقاوم. ولكن هاي السوالف، هاي السوالف خلي شوي نبتعد عنها، يعني تحدثها كلام إعلامي، هم بس فقط كلام إعلامي. هاي السوالف إحنا تتحدث إن هم يعني فقط، نعم نعم فقط نعم. إعلامي ليس إلا لا يقدم ولا آخر. نعم. أنا بالنسبة لي إذا يريدون كلام قانوني وإحنا يريدون نطلع الأمريكان، الأمريكان يجتمع مجلس النواب بالأغلبية ويشرع قانون. أنا رجل قانون دا أتكلم، مو أتكلم إعلام. واقفين لي نواب وإحنا قررنا الأمريكان يطلعون. الكتلة الكردية ما موجودة، الكتلة السنية ما موجودة، فقط الكتلة الشيعية تقرر قرار غير ملزم من مجلس النواب. خلي جاوب، خلي جاوب، خلي جاوب، قانون. نعم. خلي جاوب، عفوا بس هاي، بس هاي الجزئية. نعم. بس هاي الجزئية ويتفضل سيدنا، بس هاي الجزئية مع جل احترامي للسيد النائب. يجتمع مجلس النواب بالأغلبية يشرع قانون، هنا القوات الأمريكية غصبا ما عليها تطلع مثل ما طلعت في 2009. نعم.